تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تم تدشين فريق أكاديمية البحرين للدراجات الهوائية الذي يضم 7 دراجين بحرينيين على أن يتم إطلاق الفريق رسميا في 31 من يناير الجاري. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية نحو تحقيق رؤية الاحتراف للرياضيين وخصوصا في رياضة الدراجات الهوائية، مشيرا سموه إلى أن تدشين فريق أكاديمية البحرين للدراجات الهوائية سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف. وأشار سموه أن فريق أكاديمية البحرين للدراجات سيكونون على موعد مع العديد من الفعاليات خصوصا للدراجين البحرينيين الذين ينتظرهم مشوار حافل نحو تحقيق هدف الاحتراف، مبينا سموه أن الجهود منصبة نحو رؤية دراجين بحرينيين محترفين يمثلون المملكة في مختلف البطولات العالمية. وأبدى سموه تفاؤله الكبير بمستقبل الدراجين مع أكاديمية البحرين للدراجات الهوائية، مبينا سموه أن الأكاديمية تضم نخبة من الدراجين المميزين الذين حققوا إنجازات عديدة، وسيكون وجود الدراجين البحرينيين مكسبا كبيرا نحو اكتساب الخبرة ومحترفين في المستقبل القريب. وعبر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم واهتمام سموه، مشيرا إلى أن تدشين الفريق يأتي ضمن حرص الاتحاد على تحقيق رؤية سموه الثاقبة نحو الارتقاء بالرياضيين البحرينيين إلى الاحتراف، مبينا أن متابعة سموه المستمرة شجعت الدراجين على الاستمرار في التطور على أمل الوصول إلى فريق البحرين ماكلارين للمحترفين. ويعتبر فريق أكاديمية البحرين للدراجات من الفرق التي تتنافس في المستوى الثالث في مسابقات الدراجات التي أقيمت معظمها في أوروبا وآسيا بهدف تطوير المتسابقين البحرينيين ليصلوا إلى الاحترافية. وتقدم الدراجون بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه للرياضيين. اليوم طبعا احنا في اليوم الاعلامي لفريق بحرين سايكلينج اكاديمي، الاعلان الرسمي طبعا راح يكون ان شاء الله في 1 فبراير. الفريق طبعا هو فريق اسس لتطوير اللاعبين او الدراجين البحرينيين وخصوصا للوصول للاحتراف والفرق المحترفه، فاحنا من خلال الفريق طبعا راح نعطي فكره للاعب بطريقه التدريب، بطريقه السباق وتزويده بالاحتياجات الخاصه باي لاعب محترف، وهذه اللي ما كان يحتاجه الدراج البحريني للوصول للنتائج المشرفة ووصول للمنصات التتويج. هو هذا النوع من المشاريع، وأعتقد طبعا احنا في هذه الفرصة نشكر سمو الشيخ ناصر على دعمه لهذه الرياضة بشكل خاص. طبعا الفريق تم بدعم من فريق بحرين ماكلارين، وهذا المشروع أصبح الآن أعتقد في السنة الثالثة أو الرابعة وحقق نتائج يعني كبيرة من ناحية ترويج مملكة البحرين في المحافل الدولية والسباقات الكبيرة مثل طواف فرنسا، طواف إيطاليا، الجيرو والفوليتا في إسبانيا. ولا شك أن احنا يعني الآن في الخطوة القادمة هو إعداد بطل البحرين للوصول لهذا الفريق وتشريف ومشاركة في السباقات الكبيرة في عالم الدراجات الهوائية. ونشكر سمو الشيخ ناصر على هذه المبادرة اللي تتيح لنا الفرصة أن احنا نمثل البحرين في المشاركات اللي أرفع من المنتخب الوطني اللي هي يسموها المحترفين، ونتمنى إن شاء الله نقدر نوصل حق فريق بحرين ماكلارين، أنا أو أحد من زملائي مثلون الفريق إن شاء الله في المحافل الدولية مثل طواف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. الحمد لله على الفرصة حق أن ندخل الفريق الجديد بحرين سايكلينج أكاديمي. طبعا هالفريق يعتبر بالنسبة لنا هاي فرصة واجد ممتازة علشان نحن نقدر نشارك في مشاركات برا البحرين ونطور من مستوانا بالمعسكرات والسباقات إن شاء الله، والحمد لله واجد مستانسين على هاي الفرصة.